طب كابتن احمد، يعني دلوقتي كنت بتقول انه شد العضل ممكن يجي للناس في الميه. تمام. دلوقتي لو انا جالي شد عضل وانا بعوم اعمل ايه؟ لان انا كده هبقى واقفه، لا هعرف اعوم ولا هعرف اطلع. الشد العضلي دلوقتي هو يعني ان العضل بيتقلص مره واحده فجاه. يعني هو الشد ده بيجي من اسباب كتير، بس هم يعني ممكن نقول سببين مهمين شويه. اول حاجه ان انا الباور بتاعي خلص خالص 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 خالص، ما بقاش فيه اي في باور في الموسل بتاعتي، فبتنكمش مره واحده. دي حاجه. تاني حاجة، لو انا نزلت اديت يعني عملت مجهود سريع وجامد على عضلة وفاجئتها بشغل جامد قوي، ففجأة هي تتخلص برضه. اجهاد. الشد العضلي بيتفك ازاي؟ ان نشوف الشد ده رايح فين واجيب الموصل العكسها. بس اشوف احيانا صوابع الرجل بتركب فوق بعض. ده دي اوحش شد عضل بيحصل لي في حياتي. دي بتبوظ الدنيا خالص، صوابع الرجل دي ممكن تبوظ الدنيا خالص. صعب قوي. وحتى مهما عملنا لها برضو يعني مهما عملنا لها هي بتحتاج مساج خفيف بعد ما انت تسترتش شويه عشان الموصل تفك. بس طبعا مش هنعمل كل الكلام ده، يعني احنا بنبقى يعني. احنا بنبقى جوه، انا ببقى جوه. ايوه بتحصل لك وانت جوه. انت بتشوف الشد ده رايح فين، انت بتجيبه عكسه، بتجيبه الناحيه الثانيه على قد يعني. شوف انت دوس جامد قوي 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 وبعد كده فك وريلاكس. حرك يعني حرك. لو انا واقف على ارض وحصل لي شد عضل او حصل لي الصابع اتشنجت، احاول اقف على طرف الصابع مثلا عشان مش عارف كده امسك. لا لازم تمسكها ازاي؟ بص على حسب الزاويه بتاعتها. لو هم راكبين فوق بعض فانت بتفك وبتشد لورا. تمام. دي الشائعه يعني، دي اللي بتحصل. ما اقفش على طرف صابعي؟ لا مش هتعرف تبالانس نفسك في الميه. في طيارات وفي موج وفي انت جسمك بيتحرك مش ستيبل يعني. طب سؤال بقى عكس سؤال احمد دلوقتي. لو انا جوه في الغويط قوي ومش طايله الارض وجالي شد عضل، ازاي همسك هو نفسي؟ عاده ده مش هيحصل لان الواحد بيكون باذل مجهود شويه، فالجسم بيكون مؤهل. هو مش شد العضل ده بيجي مش بيجي كده وفي اي حته وخلاص. لا هو انا لو انا فاجئت الجسم مجهود جامد قوي او خلصت كل الباور وعملت اوفرلود وبعافر بقى وهكمل بس.